زوار موقعنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من حلقاتنا التي نبث لكم من الواقع المغربي. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات، مرحبا بزوار الموقع داخل أرض المغرب خارج أرض المغرب. أولا أود أن أوجه تحية خاصة إلى الأستاذ يوسف من طنجة على ما أظن، وبما أنني كنوجه تحية للأستاذ يوسف، العنوان ديال الحلقة راكم شفتوه: عائلة ملكية علوية من العائلات المتواضعة. غادي تسمعوا شنو كي غادي يقولوا، يعني واحد الموضوع رائع وجميل وحساس نوعا ما. هاد العائلة يعني بكل صراحة التجأت للمنبر ديالنا من أجل إيصال الصوت ديالها إلى ملك المغرب محمد السادس. إخوة الكرام، بما أننا حملنا على العاتق ديالنا محاربة الفساد، غادي نحاربوا الفساد، لا سلام لا استسلام. إخوان، لا تراجع لا رجوع، الطريق بدينا غنكملوا فيها. أول حاجة كنقول تحية للناس اللي كتعاني في صمت، تحية للناس التي تعيش بالحلال، تحية للناس والتي رغم المعاناة لا زالت صامدة ومستمرة ومثابرة، تحية للأسرة المغربية المحافظة، تحية للأساتذة، تحية للناس العاملين في الفوسفات. عندنا واحد الأخ خدام في الفوسفات، تحية ليه. تحية لرجال الأعمال النزهاء العصاميين، تحية للسجناء والساجنات، تحية للعلماء الذين لم أعد أسمعهم، تحية للخطباء الذين لا يبخلون علينا بالمواضع، تحية للمناضلين في الشوارع، تحية للحسيمة وإمزور وباقي المداشر، تحية للمهاجرين، تحية للمهاجرات خارج أرض المغرب، تحية للمغاربة الشرفاء الذين بكل صراحة يضحون من أجل سعادتهم من أجل الآخرين. تحية لمن يشتري الدواء لجاره أو لصديقه أو لأي أحد. تحية لمن يطعم الفقير، وتحية لمن يبتسم في وجه أخيه. تحية لمن ساند الحق وأهله. تحية لمن يبكي في الألم والحزن ولم يسمح لأي أحد بمشاركته همه أو أحزانه. تحية للخدام والناس اللي كيخدموا حتى في الفران باش يطيبوا لنا الخبز. تحيه لعامل النظافه اللي كينظف لنا الشوارع ديالنا. تحيه للجماهير الشعبيه المتابعه لنا. تحيه للخضار اللي كيبيع لنا الخضره. تحيه للفتيات الحرات المغربيات الحرائر الحرات. تحيه لمن يحمي الحدود وهو نزيه. تحيه للمهندس، تحيه للطبيب الذي يجري العمليات الجراحيه، تحيه للحداد، تحيه لشرط المرور ولاي رجل امن نزيه او اي مسؤول نزيه، تحيه للصحفي النزيه الذي يضحي من اجل المعلومه الصحيحه لايصالها الى الجماهير الشعبيه المغلوبه على امرها، تحيه لبائع السمك وتحيه لبائع الدجاج وتحيه للجزار. وأردت ذكر أسمائهم لأحسسهم أنني أتكلم معهم، لأنكم أناس مهمون بالنسبة إلي، لأنكم ستحاربون الفساد يوما ما كما أحاربه. تحية لكم من صميم قلبي، تحية لأمي وتحية لأبي وتحية لجيراني، تحية للأخ المامون، تحية لأمي زهرة، تحية الحميد، تحية السي بشعيب. خويا بشعيب، مرحبا بك في منبر حياة المغربية. كنظن أن التحية عجبتكم الإخوة الكرام، تحية مجددا للجميع. خويا بشعيب، شرفني بالاسم والنسب، وأشنو بغيتي تقول من هذه الحلقة لينا وللمشاهدين الكرام وحتى الملك المغرب؟ مرحبا بك عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. من السيد بشعيب العلوي، ساكن بحي الأميرة لالة مريم بلوك 123 رقم 6، عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، الدار البيضاء. كنقدم التحية للإخوان، وكنقدم التحية لجميع المغاربة كما كان نوعه، وكنبلغ واحد الرسالة، ولكن كنتمنى إن شاء الله وبتوفيق من الله توصل إلى جلالة الملك محمد السادس. عندي واحد الملف كان داز في سنة 2011، هو الرقم ديالو 16995 11 11، الحكم 3/6/2011 في المحكمة
ملف جنحي فردي محكمة ابتدائية بالدار البيضاء ضد بعض الناس. كانت امرأة كارية لنا حانوت وبشهود والثمن ديال الكراء 700 درهم. كان الوقت ملي توفات وحنا راه كنا كاين عندها منذ 4 سنوات ولا 5 سنوات. الوقت ملي توفات تفوجئنا بأربيبها راجل بنتها وواحد السيد ساكن حداه هو كمال بن ياسين هذا أربيبها وواحد السيد خو مرتو هنا كنا في ذاك النهار نازلين لضرب عمر نشريو بعض الأتواب. الوقت من طلعنا لقينا الماتيريال ديال المحل والمحل اش كيدير المحل كيدير جلباب البلدي وفيه 4 خدامة كبار وربعة صغار يعني المغاربة كلهم كيعرفوا بأن الجلابة كيفاش كتخيط كيخيطها المعلم وقدامه دري صغير. الوقت ملي اتشنا داكشي خارج برا والخدامه هربوا علاش ما علاش بغاو الحانوت ولكن الحانوت ماشي ديال ربيب المراه راه ديال الوراثه. حتى توفات المراه وكنخلصوا الكرا للسيده والمراه اسمها عائشه كنخلصوا الكرا للوراثه. لما فوجئنا بخروج العمال من الحانوت وجميع الماتيريال خارج للشارع علاش ما علاش بغينا حانوتنا. وحنا درنا شكايه للسيد الوكيل جاوبنا السيد الوكيل جاوب اداره الامن استدعتنا اداره الامن المهم خذات معنا الاستنطاق ديالنا الاقوال ديالنا ودفعنا المقال الى الشهود الى المحكمه بالشهود والشهود التزموا معنا في المقاطعة 66 موجودة في حي الأميرة للمريم. لما بلغنا الشهود السيد الرئيس مازال ما استدعناش بقى ما استدعناش خدا استنطاق ديال الشهود من الدائرة دائرة الأمن 26 جاء بحثت الشهود لأن الشرطة القضائية باش تاخذ الأقوال ديال الشهود. الوقت ملي خذوا الأقوال ديال الشهود دعوا المسائل المحكمة دعوا الرسالة المحكمة جاتنا استدعاء. لما جاتنا استدعاء حضرنا الجلسة الأولى حضرنا الجلسة الثانية. المهم الرئيس دار سنتين في الملف لان بعد خطرات الشهود ديالنا كيمنكو ما كيمشيوش. الشاهد الاخير السيد الرئيس الشاهد الاخير تا استدعى هاي الوثيقه بلغ رساله لاداره الامن باش تجيب الشاهد رغما منه. المهم هذيك هي الجلسه الاخرى حضر الشاهد بلا ما جابته الاداره بلا ما جابته الشرطه القضائيه حضر الشاهد. الناس كيدخل ديريكت في الموضوع ملي حضر الشاهد. المهم حضر الشاهد انا باغي كنتكلم على هذا السيد الرئيس كيفاش بدل لنا الحانوت الخطه ديالو اللي دار والعمل ديالو اللي دار هو عمل نزيه وشفاف هذا رئيس محكمة ابتدائية وكنتمنى جميع الرؤساء يكونوا بحالكم في المحكمة المحكمة. هذا الرئيس هذا محمد تمر الشاهد الأخير اللي حضر في الجلسة كان بغى يزلق دوك الناس الخصم ديالنا هو يجبدوا الرئيس ولكن حنا راه ما درناش لا محامي اللي غادي يهضر علينا الاول ولكن العمال ديال السيد الرئيس جبد لنا. السيد الرئيس سميتو محمد هيين
هذا محمد هين الله يجازيه بخير نزيه، راجل نزيه وشفاف وكيعمل عمل نزيه. جبد لينا الشاهد، قال لي وانت راه قلتي لعباد الله اش كدير سي كمال الخصم ديالنا سي كمال بن ياسين اش كدير، كتلوح الحوايج ديال عباد الله اش كدير؟ اش قال لي الشاهد هذا ضد داك الشاهد اللي شاهد كمال بن ياسين؟ قال لي ماشي انا، راه عبد السلام بورار هو اللي قال كمال بن ياسين، هذا راه الشاهد ديال كمال بن ياسين هو اللي قال لي اش كدير، راه ما مزيانش تلوح الحوايج ديال عباد الله، وهذا راه شاهد ضدنا. صور والوقت صافي، والوقت ملي وصل شاهد زور صافي، الوقت ملي الرئيس استنطق عبد محمد الطمري وعرفوا غادي يطلق وجبدوا، والرئيس حكمني صالحنا الوقت ملي مشينا لمحكمه الاستئناف، وحنا اللي كنجريو على في المحكمه الاستئناف باش يمشي هذا الميل في المحكمه الاستئناف، الوقت ملي مشى لمحكمه الاستئناف تفوجئنا بالحكم ضدنا. علاش؟ لان وشو الرئيس كنرجعوا للرئيس الابتدائي حتى بلغ رساله للشرطه القضائيه باش يحضروا الشهود ديالنا، وفي المحكمه الاستئناف ما داش كما دار المحكمة الابتدائية. الناس قالت لك دابا فهمت غير شوية، وهذا كتب لك دخل في الموضوع، بزاف قالوا لك دخل في الموضوع، دابا 10 دقائق الناس ما فهموا والو، وكاين اللي باغي يتصنط وباغي يخرج يمشي يقضي غرضه، دخل ليا في الموضوع. الموضوع راه ديال الاستئناف باش المحكمة الاستئناف حكمت ضدنا. ضدنا. ما عطاتنا حتى حاجة من حقنا. أنا هذا رئيس محمد قعيبر، هذا الرئيس ما عطاناش حقنا. حتى تحق من حقوق الابتدائي. هاد الرساله ديال الابتدائي وصلت، والله توصلت. دابا عطيني المهم الاخر ديال العائله الملكيه وداك الشيء الاخر، وهادشي غنوريه في الاخر دوك الوراق. عطيني المهم، الناس كيقولك عطينا المهم. وبالمناسبه تفضل. وبالمناسبه كنوجه هاد الرساله الى جلاله الملك محمد السادس. الملف يقولوا لنا الناس المسؤولين عن دار المخزن، وماشي ملف واحد، ملفات، ملف ديال الأستاذ عبد الوهاب بن منصور الله يرحمه، ملف 1995 كامل مكتب الأبحاث والإرشادات لأجل تجديد رسالة القرابة، ملف هي الأستاذ عبد الكبير المدغري العلوي. حنا غادي نتكلموا على هذا الاستاذ عبد الكبير المدغري العلوي كيفاش وميرث مشى على طريق العماله. احمد من السيد العامل احمد الحمدي سنه 1998، وجاء بحث في سنه 2000 الى السيد محمد العلوي بن محمد بن المامون. مرت سنتين، جاء بحث لأبنائه المتزوجين الحسن الله يرحمه، سعيد، مامون، شعيب، في سنة 2002، ولحد الآن لم يجب أحدا. كلمة لي للسيد مامون العلوي. هذه شهادات انتساب ديال محمد العلوي. الوقت اللي جانا البحث ديال 2002 جا عندنا عاون السلطة الجلالي، اش قال لينا؟ قال لينا حتى واحد ما يخرج راه غتجي شي حاجة من الديوان الملكي. حنا كنتسناو غتجينا شي حاجة من الديوان الملكي، وقيل حقنا، وقيل الملف ديال الحقوق ديال الشرفة، وقيل ديال البلاد، وقيل ديال الحق ديال البلاد، راه ما عندنا حتى شي خط. شوية تفوجئنا، أروا لي المزوجين، تعطي حق باهم بعدا، أدخل المزوجين، مزوجين باقي، علاش مزوجين؟ مزوجين أبار، أرى حق باهم بعدا، لي غكال عليه العصا، في القصر الملكي، بورقية، العروسي، وكيمدن اللي ما مسناش، حاجة وكيمدن، هو اللي ما مسناش في مكتب الأبحاث والإرشادات، أما بورقية والعروسي
عرقوا لينا عصا. واش لا يمكن الراجل بسبعين عام ياكل عصا على حقه؟ على حقه ما ياكلوش. احنا دابا كنطلبوا حقنا من امير المؤمنين يعطينا ديالنا. يعطينا ديالنا راه حقنا عدو. هذا راه حق شرعي هذا، لان المسؤول اللي كنمشيو ليه كيقول لنا اللي بينكم وبيننا احنا سالينا. احنا سالناه دابا بقى بينكم وبين دار المخزن. عبد الوهاب بن منصور الله يرحمه مؤرخ المملكه محافظ الضريح عضو الاكاديميه كيقولنا ديالكم راه عنده مدير الوثائق الملكيه اربعه المناصب اللي عنده. عنده مدير الوثائق الملكيه ومؤرخ المملكه محافظ الضريح عضو في الاكاديميه المغربيه وفي اللجنه. اش قال لنا؟ قال لنا دابا راه سيدنا جا عيان من فرنسا بداك الديبيلي حسن الثاني الله يرحمه قدس الله روحه. اش قال لنا؟ قال لنا دابا راه جا عيان من فرنسا راه غادي يولي شويه لاباس ونقول له واحد العائله ملكيه الله بنت. انطق بها الاستاذ. قال لنا عائله ملكيه الله بنت راه ما غنضيعوش بحقكم. راه الملف غادي يوصل صاحب الجلاله غادي يغوت عليكم يعطيكم حقكم. داز عام عتعصمنا ليه تما في الضريع. عتعصمنا جا عندنا على الصباح. جا عندنا على الصباح اش قال لنا؟ قال لنا غتصبروا الاداره راه فيها الطماطول خلينا عليه هو. مشينا لمكتب الابحاث والارشادات على هذا الملف رقم 1202 1402 مشينا على هذا الملف. اش كنلقاو؟ اش كنلقاو في مكتب الابحاث والارشادات؟ كنلقاو الملاحظه ديال اللجنه ديال تدقيق المخطوطات الملكيه كنلقاوها. اش كاتبه بالملاحظه؟ الملاحظه كاتبه بها هاد الناس راه من الاقارب صاحب الجلاله خاصهم رساله ديال القرابه. راه جيتكم ما سامحتش بعمامه. جيتكم ما سامحتش بعمامه. شوفوا كي ديروا لي تدخلوا للقصر لعند صاحب الجلاله. ولكن حنا داكشي بلغنا اداري. ولكن انا مبلغ الملف اداري خاصني نمشي مشرف مكرم. احنا كنتمناو نبوسو ديك اليد ديال الكلمتين وناخذوا حقنا. كنتمناو ولكن ناخذوا حقنا. حقنا راه عنده. راه كيقول لك الموظفين كيقول لك راه هو راه ديالكم راه عنده هو اللي ما بغاش يعطيه لكم. بلاتي بلاتي دابا حميد اشرح لي مال الاول الملف كيفاش اكتشفتوه كيفاش كلش. دابا حنا كنا تالفين ما كناش عارفين النسب. ما كناش عارفين النسب ديالنا حنا منين. كنا عارفين ورا من تافيلات. من تافيلات ما عندنا لا وثيقه لا والو لا مقدسات لا والو. حنا دفعنا الملف حنا حنايا على على هاد المقدسات وهادي 95995 حنا قصر الملك ملي دفعنا قصر الملك ملي دفعنا الملك ملي دفعنا الملف كمل. ملي دفعنا الملف كنتسناو حنا كنا تالفين. هذا راه حق اليتيم. فين دفعتوا الملف النهار الاول؟ قصر الملكي. قصر الملكي هاهي خذاو من عندكم وعطاونا هاد لاكارت. لاكارت هاهي راه شهاده هادي ديال الله راه دابا عندي بالرقم ديالو بالرقم ديالو 1402 اييه دفعتوا هادي. اشنو طرا من بعد؟ طرا من بعد رجعت الملاحظه من اللجنه من القصر. اش قالوا ليهم؟ قالوا لهم هاد الناس راه خاصهم رساله القرابه. خاصك رساله القرابه وسيرتاح في البحر ما تسلكش فين تمشي. خاصك رساله القرابه ولكن سيرتاح في البحر. انت من العائله وسيرتاح في البحر. انا من العائله خصني نعيش كما عايش عباد الله كما عايش الناس. الجدود ديالنا حنا ملي كنمشيو عند شي موظفين كيقول لك شوف شي اش باغي دير سير تلقى لي. كنقول لي انا ما نتلقاش لي. لا اداري 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 انا حقي انا عدو يعطيه لي. انا كتال بنت يعطيني ديالي صافي. دابا 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 عندكم ورث عندكم واش تفيلات كامله ديالنا وما كتجيناش منها تمره تمره ما كتجي. علاش هذا اللي دوزت انا الحبس باطل؟ علاش اللي ما يصيفطنيش الحبس ويدي لي ديالي؟ عارف محمد السادس ما عطانيش ديالي. قولي قولي عندكم شي وراق اخرى كتثبت انكم ملاكين لاراضي او ملاكين لبنك عمر؟ ولكن ها هما ها هما هي قتبت سيدي ملوك هذه راه كانوا ساكنين في قصر. قتبت سيدي ملوك هذه ساكنين في ديران ولاد فيها. حنا ولاد عبد الملك ولاد عبد المؤرخ اللي قالها الله يرحمه ويوسع عليه. قالنا ملي قلنا لي قسم سيدي ملوك قالنا انتم ولاد عبد الملك. ولاد عبد الملك جدكم انت هو راه داز في الحكم؟ لا لا
لا لا ولاد عبد الملك قال لنا ولاد عبد الملك لا لا اسكت اكمل تا كمل قال لنا ولاد عبد الملك اه كمل قال لنا ولاد عبد الملك حنا ما رديناش البال ولكن جات واحد الجريده ديال الالمان سولت الحسن الثاني الله يرحمه قالت لي عبد الملك اش يجي قال لي عمي الاكبر عمي الاكبر قال لي عمي الاكبر ملي قال لي عمي الاكبر راه هي اللي قتلت سيدي ملوك اللي قال لنا المؤرخ راه كتقول لي كيقرا التاريخ وكيقرا تما التصبع كيقرا التاريخ وكيقرا الملك كيقرا التاريخ وكيقرا الملك قال لنا تما ولاد عبد الملك قرا التاريخ بن عمي ولاد عبد الملك. المهم الاخ الدقيقه الاخوه الكرام المتابعين ديالنا المشاهدين ديالنا غتفهموا هذه الحلقه غير ما نبقاش نطول عليكم مراد النضال هذه الاخوه الكرام ضروري ننوعوا الحلقات وهاد العائله هي عندها ما تقول تنصنطوا لها ولا ما تصنطناش لهم لمن غنصنطوا واي واحد خصنا نعطيه حقه نصنطوا ليه وما نكونوش عاوتاني اقصائيين او نكونوا عاوتاني كنعزلوا الملفات اللي بغينا نهضروا عليها نهضروا عليها اللي ما راش نهضروا عليها باش نهضروا عليها هاد الناس باغيين يوصلوا صوتهم غنوصلوا لهم صوتهم دابا غير بالشويه شوف هاد المقدسات كمل اه سي حميد هادو راه التزامات اييه وصيات ووصيات التزامات ووصيات وفي نفس الوقت الحاله المدنيه هاكا ديال 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 جدكم عبد الملك كانوا مع الملوك السلطان اللي كيطلع اللي كينوض الحكم كيشدد معاه كيشدد معاه كيعبروا راه ابن عمي ماشي وصيفونا ولاد بن عمي هاي وحكمت اللجنه حكمت دابا انتم الدوسي ديالكم وصل لقصر دار المخزن قصر دار المخزن في الريح شكون اللي خاصو يجاوبكم سيدنا الله يسر هو اللي خصو يجاوب محمد السادس محمد السادس دابا محمد السادس ما جاوبكمش دابا دابا انتم الرجال هيمنتوا علينا بالهضره مي الزهره اش بغيتي تقولي لي لا سكينه مي الزهره قولها مي الزهره علاش بغيت نقول ما عطيتش حق ما عطيت حتى حاجه انا بالارث بالارث ديالنا حنا ولكن مهضوم فيه ما اعترف بهم ما عرفهم واش كاينين ولا ما كاينين هما صرفوا حراس ولادي كيتمرمدو تمي زهرة هي كملة مي زهرة ولادي كيتمرمدو وكنمشيو للحباس باطل باطل كيمشيو لي قولي لي يا مي زهرة الزوج ديالك با المامول الله يرحمه كان كيعاود لك على هذا الشيء انا حاضرة عليا انت حاضرة ماشي هذا راه جد باه مسكين اللي كيعاود لي باه بات بات بالمامو تصورت تصورت شاهد عليه شاهد عليه النصارى شاهدين عليه تابي لال دوريجي ها هي في مكتوبه ماشي مشكل غير ولا تصويره ماشي مشكل هذا كان كيفرق عليهم قلت هذا هو اللي كان كيعطي الخبز بالبول هو اللي كان عند الحي المحمدي هو اللي كان عند الحي المحمدي هو كيعطي الخبز بالبول اذا قلب ديك الوريقه قلبها شهاده الوفاه ديالو ديال كاريان سنترال كاريان سنترال محمد بن المامو ملقم بالفيلان بالفيلان كيقول يا محمد بالفيلان بغينا نعرفوا حنا علاش كيجبدوا الحي محمدي ما كيجبدوش هاد العنصور وما كيجبدوش الناس اللي ضحاو على الحي محمدي وخلاو عايش كيجبدوا اللي بغاو علاش بغينا نعرفوا هي ما كاينش هاد هاي شحال انتم كتجريو في هاد الملف؟ كاريان سنترا 23 عام و 23 عام اه وحنا كنجريو قلت لي قبيله مشيتو شي مره جهه القصر ضربكم شي حد حد كبير العلوي دغري هو اللي حرش علينا المامون هو اللي غيعاود لينا قول لي يا خويا الفنان الوزير الاوقاف والشغل الاسلامي الشغل الاسلامي كمل عبد الكبير من دغري العلوي اييه دخلنا عدو ملي دخلنا عدو اش قال لينا؟ قال لينا تعطوني الملف هذا الملف واحد 15 يوم غترجعوا اييه خلينا رساله قال لينا ودي ودي الرساله قال لينا ديو الرساله دوريجين دوريجين باش يخليكم تدخلوا اها باش يخليكم تدخلوا ملي درنا 15 يوم مشينا عرقوا لينا عصاق حرش علينا حرش حرش علينا عرقوا لينا عصاق عرقوا لينا عصاق هو واحد برقيه اش كيقول لينا والله ما قد جيو هنا تنخلي ضربوكم الشريف وذاك الشريف بحال هكا قالها بهذه اللهجه بهذا الشيء بهذا اللفظ ومن وراء الفيديو ما عرفتوش تعرضوا لشي حاجه يعني باش علاش نتعرض مالي علاش نتعرض الا كان على حقي وغنموت اذا كان على حقي غنموت
عيب كاع. إذا كان على حق 23 سنة. 23 سنة. بسم الله. وأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس 2016 في الافتتاح ديال قبة البرلمان في الانتخابات. بسم الله. قال بأن اللي عنده شي ميل في حيدو راه يتحل. راه يتحل. وكاع الملفات تحلوا حتى ميلفنا حنا. الملف ديالنا حنا. وكاين بعد الرسائل. وكاين بعد الرسائل بالرقم ديالها. شدها برقم الديوان الملكي. هاي شكاية رسالة هاي. هاي برقم الديوان الملكي. دابا بصحيب لغا يهضر. كان يقول لنا شيخ. هيا. وعدي الدنيا مش عايش لي ولد ولدي. وما والو. عايش في 48 متر. وتحت الزنق. تحت الزنق. اللي عندي الغص عندي. هاي. زمانة طمر عندي كل شيء عندي تسوالي. كنا كتبنا شكاية. حق الله العظيم وليدي. لكوا كان يقول لنا. كنا كتبنا شكاية. تفوجئنا بالرسالة من الإدارة العامة ديال الجماريك. شكاية ضد بعض الأعوان في الجماريك. كنا جايين من تطوان. فتاريخ 24/3/2001. بالتاريخ. بس حكم على هذاك. هنا اش كيقول الإدارة العامة؟ وللإشارة فقد تضمنت الرسالة الجوابية للسيد المستشار صاحب الجلالة الوثائق. التي بررتم بها تعاطيكم لتجارة البضائع الخاضعة للقوانين الجمركية. مهم هذه الرسالة هالرقم. الرقم ديال الديوان الملكي. الرقم ديال الديوان الملكي. الوقت بني بغاو ملي استدعتنا إدارة الجمارك السنطاء هالرقم اش قال لنا الأعوان؟ قالنا راه جايين من عند سيدي. راه جايين من عند سيدي. قولوا واش ضركم. قولوا واش ضركم. هاي راه جايين من عند سيدي في سنة 2001 وعلى الساعة 10:00 هذه الوقت ديال السنطة صباحا وفي إطار البحث حول الشكاية توصلت بها الإدارة العامة من الديوان الملكي. من الديوان الملكي. دار المخزن. دار المخزن. الرقم ديالك. من الديوان الملكي. الديوان الملكي موضوع ورقة الإرسال عند الرقم. الرقم. بالرقم. 0721 بتاريخ 25 أبريل 2001. ومن 2001 مشات لينا طوموبيلتنا. مشات لنا سلعتنا. سلع. حنا راكنا في تطوان. واش قال لهم السيد المدير؟ السيد المدير عبد الرزاق مصدق. عبد الرزاق مصدق الله يرحمه. الله يرحمه. اش قال لهم؟ قال لهم انظروا لبطاقة العلاج في السنطاق. في السنطاق. قال لهم انظروا لبطاقة العلاج وما راه عارف بطاقة العلاج ديالك راه عندهم. دابا الاخوه لا. الكرام اعطوا مزوره شويه الكلمه وهضرتي نتوما كاع وليد مزوره. قولي لي قولي لي مزوره بما انك انت وما كتقالش باش تشري طانسي وصاحبي الدواء ديال طانسي وصاحبي. انا عارفك مريضه وعارفك يعني نتوما صراحه حنا كاع الدرب كنعرفوا بان العائله ديال دار زهره راه علويين شرفه. قولي لي دابا الناس بعض الناس كيقولوا يعني انتوما يعني باغيين غير حقكم. باغيين حقنا بما انكم كتقولوا زعما علويين يعني باغينا تعيشوا بوحدكم. حقرينا زعما. لا فسروا للناس. فسروا للناس. لا ترى حقرينا. بغينا حقنا. علويين كان... يقول لك لا. حنا كنطلبوا من المغاربه والعلماء وحق اليتيم واش يتعطى ولا ما يتعطاش. واش من الشريعه ديالنا ومحرومين منه. واش من الشريعه الاسلاميه ديالنا ومحرومين منه. هذا حق شرعي. اذا كان شرعي. الشريعه الليتيم ياخذ حقه خصو ياخذه. واذا كان يتقل عليه هذا اللهم انا دمكم. حنا راه ديالنا ومحرومين منه. وريني وريني الوثائق اللي كتبت انكم يعني من الشجره. عطيني شي حاجه لعندك من تما باش حتى المشاهد يشوف المقدسات. لا تحيد حيد راه الشجره هي الاولى. ماشي مشكله. عطيه 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 الشجره كبيره. هذه الشجره هذه راه مصايبه جدنا. هاك هاك هاي هذه راه كاين الناس بعض الناس شافوها عندنا وقالوا لنا صوروها وعطيها لينا تافيلات. هذه ابان عن جد. ابان عن جد. حتى لهذا عبد الملك وحتى لهذا صلى الله فاطمة الزهراء. ماشي مشكل. هذه راه مصاوبة جدنا. جدنا هذه المسيبة. من فخدة لفخدة من قصر لقصر من قصر لقصر. لا الشرفة الشرفة مجمعين هنا. اللي كاينين. كاينين ف اوكي شي ورقة أخرى. ها هي. هذه كتبت النساء. هذه كتبت النساء. ها
جابوا لي حسن الاول كتبت رساله القرابه ابن عمينا من اقارب جلاله الملك. ما تقرا ما والو غير وريني صافي صافي من اقارب جلاله الملك محمد. زيد شي ورقه اخرى عاوتاني. هذا من سلطان سلطان من سلطان سلطان من قال الملك حسن بن محمد صافي اوريه. هذا 50 ظاهر ولا ما عرفتش هذا اللي كيوريك كلشي كاين في القصر راه كاين في القصر. اذا نتوما دابا معترف بكم حنايا اللجنه اعترفت بينا بلي خاصنا رساله ديال القرابه منين غنجيبوها. راه كان منهم نيت الاستاذ عبد الله بن منصور الله يرحمه صافي ولا عبد الرحمن بن زيد العلوي الله اعلم ولا مصطفى الشاذلي الله اعلم المدقق المخطوطات الملكيه كلشي هنا كلشي هنا بلا ما خاصك ماشي مشكل صافي 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 ماشي مشكل صافي صافي هما هذوك هذوك دابا دابا 50 ولا ما نعرف ايه دابا سيب شعيب سيب شعيب دابا يلاه ختم لينا حتى الثاني مؤرخ عزة محمد الزين ولد عمك هو قلت لي عزة في حتى الثاني الزين قلنا كاع كاع المغاربه راه خطيبه توريه برقه برقه المهم ما خاصين ظاهره صافي هي هذيك ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل صافي استاذي صافي رقم الميل ها هو فاشين جاوا عندكم هنايا الدار شي البحث البحث انا بحث ثلاثه البحث اللي جات وجانا شوف شي البحث اللي كيجينا اعلى محزبين ولا محزبين ولا محزبين صافي انتم محزبين ما محزبين عرفونا ما محزبينش ما تسوقوناش ومشي للجريده مشي للجريده ومشي للجريده مشي للدوزيام بغيت نشكي عليها وهذا الشيء قلت لي واش بغيت تدلينا اجلس عاوتاني اجلس انا بدوك في كلوبا اجلس الماب ولا اجلس خلي الوراق خلي الوراق دابا مشيتي للدوزيام باش يديروا لك روبورتاج بحال هذا اش قالوا لك بغيت تدلينا دوزيام تدلينا واش انا مواطن فقير بعد ما غنمشي ما كايناش الصحافه كاع الصحافه ما كايناش في المغرب كنا ننصح وكان هاد المؤرخين ديال المملكه المغربيه الباحثين الباحثين والمؤرخين يجبدوا التاريخ ديال التافيلات التافيلات التاريخ يتكلموا على التاريخ ديال التافيلات. اخوه الكرام دابا غنختم وغادي يعني رسالتكم والله توصلت الاخوه الكرام اخواتي الكريمات المسؤولين المحترمين في الدوله المغربيه الى جميع من استمع لهذا الفيديو مديريه الوثائق الملكيه اللي قال لنا صافي 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 هذه العائله راكم سمعتوا اشنو قالت ياك هاد العائله راه ما قالتش شي كلام خارج راه اطار القانون وهاد العائله راه هاد الكلام اللي قالت راه كل ما كانش عندها ما يثبت راه ما تقدرش توجه الكلام المحمد السادس فعلا وجهته المحمد السادس جلالة الملك امير المؤمنين محمد السادس انا غنكمل دابا اذا الرساله وصلت وهاد الناس عندهم ما يثبت والملف ديالهم راه في القصر كتنقصوا سينياتور من عبد الملك كنتمناو يدير ديك السينياتور ها ويوصل لهاد الناس يعني المبتغى ديالهم وكنتمناو من الله ان الغرض ديالكم يتقضى واللي عليا انا بعدا درت وصلت الصوت ياك انا ما درتش بحال دوزيم والله يجزيك بخير حاجه واحده اللي غنطلبوا من صاحب الجلاله هو يحقق لنا في الملف اللي دوز كعايبر الرقم ديالو يدوزو والا ما كانوا 36 زور يتقني انا في البحر الرقم الملف ديال يطجني يتقني في البحر الرقم الملف ديال المحكمه الاستئناف اللي خدا لنا حقنا هذاك الملف ايه وري بحال هكا وماشي مشكل عند باقى عندك شي شويه الوقت يلاه بالي يا سي بشعي دور هذا هو الرقم 531/1/2012 هذا دارينا كلنا حقنا هاو كاين الرقم بشوت زور الرقم
رقم الحكم هذا 531/2012 رقم الملف 3942. دابا الله يرحم لك الوالدين، دابا كانوا واجهوا هذه الرساله وكانوا واجهوا صاحب الجلاله يعطينا حقنا. يكون خير ان شاء الله. كنشكركم باسم منبر الحياه المغربيه. حقا يا تيمر ما يدانش. اخوان الكرام كنظن اننا وصلنا لكم الرساله كما هي. اخواني الكرام، اخواتي الكريمات، غنخليكم ان شاء الله فهاد الساعة إلى حلقة أخرى مقبلة بإذن الله. إخوة الكرام، خصوص ملف مراد القرطومي غنواصلوا الملف ديالو. مراد القرطومي ما غاديش نتنازلوا عليه. مراد القرطومي عندنا أدلة أخرى اللي غادي نوجهوها للمسؤولين. وقبيلة إلى شفتو يلاه لحنا داك التسجيل الصوتي عند حسن مطار، وكان مراد القرطومي وكان العبد لله، وكانوا العديد من المستثمرين من حد السوالم. الإخوة الكرام، غادي نوصلوا معكم الملف ديال مراد، غير بغينا ننوعوا لكم شوية. وهاد الناس راكم سمعتوهم اش قالوا، أمي زهرة أو أسي المامون حميد بوشعايب، عندهم ما يثبت أنهم من العائلة الملكية. الشجرة اللي سمعتوا شنو قالوا عليها. المهم، راه وصلنا لهم الصوت ديالهم إلى الجهات المعنية. الإخوة الكرام، إلى حلقة مقبلة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأي إنسان راه كنديروا ليه اللايف ديالو، كنتوزوا ليه الحلقة ديالو، وما كان يعني ما كنديروش انتقائية في المواضيع. يقدر يجي إنسان يعني وخا يكون أعز شأنا أو أقل شأنا، احنا عندنا الناس سواسية، وندوزوا لهم يعني الحلقات ديالهم. أنا كنطلب غير حاجة واحدة، ما يثبت. هاد الناس راه جابوا وثائق كتبت انهم من العائله العلويه ودافعين الاوراق ديالهم للقصر، ولكن القصر ما جاوبهمش. وكنتمنى من القصر توصلوا هاد الرساله، وهاد الناس هادو تا هما يعني بغاو جواب. الله يعاونكم يا اخوه الكرام. شكرا على حسن التتبع، وبصراحه كنشكركم بزاف. وانا اصلا اليوم بغيت نوع عليكم الموضوع، ما بغيتش بلي عاوتاني ندير نهضر على مولاد القرطومي ولا حاجه اخرى. ومولاد القرطومي غيدوز النهار الاربعاء في الصباح في المحكمه ديال عين السبع، وانا راني دعيت الوقفه، وغدا تكون وقفه ان شاء الله. وغدا ان شاء الله، غدا الاثنين، غدا العيد كاين لايف مع 11 الليل او مع 10 الليل. دابا رمضان راه خرج، غيكون مع 10 او 10 ونص او 11، وغادي نستقبل فيه المكالمات، وغيكون بخصوص الفساد المستشري في الدولة. وغادي نستقبل اتصالات، واي واحد عنده شي موضوع يتصل بينا، واللي عنده ما يثبت شي ملف مرحبا به. وحنايا يعني راه الإشارة ديال الشعب. ووجهت قبيلة التحية للجميع، وما ننساش حتى الفلاح، حتى هو كنوجه ليه التحية، لأنه كيخدم من أجل أنه يعيشوا الناس ديال المدينه مزيان. ولولا الفلاح حنا راه ما نعيدوش عيد كبير. بكل صراحه، تحيه للفلاحه، وتحيه لجميع الاخوان والاخوات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.